مشاهدي قناة شوف تي في، مشاهدينا الكرام، اهلا ما كنتم، اهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. قصة اللي غادي تهز الرأي العام، قصة اللي صعيب الانسان يعيش بحالها. يعني كنعرفوا بلي الخاوة حد الدنيا، للاسف هادشي اللي غنسمعوا كياكد لنا بلي الخاوة ما بقاتش، يعني والخاوة ولات غير شي حاجة اللي عادية وما بقيناش كنعطيو واحد القيمة ولا واحد الفالور ديالها. فاش وفات الام ديالها كما تنقولوا انسان كيتعرى، يعني امك فاش كتمشي عليك ولا كيمشي عليك الاب ديالك ولا والديك بخصوص، في الحياه كتعريك، ما كتلقاش اللي صونك واللي يشد بيدك. وهادشي اللي وقع على الدريات، يعني خوها جا سكن معاها في نفس الدار ديال امها ولا كيكرفصها هو ومرته، تيضربوا ليها ولادها، تيضربها هي، تيعنفها، تيسبها بشي كلام اللي ما خصوش يتقال للاخت رغم انها مسكينه ما ماشي بيديها. يعني عاشت العذاب ديال بصح، ودابا حاليا سيمانه وهي بيتها في الزنقه. من 2015 هو تيضربني وتيسبني، ملي ماتت الوالده ديالي انه كيسبني انا ولادي وتيخرجني للزنقه. حتى من خطره بتها في الزنقه وليداتك كنبات انا ولادي في الزنقه. ما كيحلش فيك شي كل اختي ما لا ما كيقول لي انت ماشي اختي، انا ما كنعرف حتى شي واحد، كنعرف حتى شي حد انايا. واش كدير معاك التعامل؟ ما عرفتش، ما عرفتش علاش تيدير معايا التعامل. انا ما باغا منه والو، بغا غير حقي فين نجلس فين نجلس. الماما ما كانت كيهضر معايا، ما كان كيقول لي والو، غير الوالده ديالي صافي جا دخل عندنا للدار سكن معانا، قال لك انا باغي حقي. قلنا لي زيد مرحبا دخل دخل حقك هذاك. اه صافي ملي دخل من تمايا جلس شويه ويبدا المشاكل. ملي بداو المشاكل بقيت غير انا اللي معاه ساكنه، عندي جوج خوتي مراض حتى هما كيتعنفوا معايا، حتى انا كيخرجوهم للزنقه. هو ومرتو بجوجهم تينوضوا، ملي تينوضوا بجوجهم تينوضوا كيتحاماو كيضربوكم بجوج بجوج. وانا مريضه، عندي لي كواط وعندي الفقر دم وصحتي. عندك شي خوت اخرين غير هاد السيده؟ عندي خوتي اخرى، تهضر مع اختي الكبيره كيقول لها ملي غتجي انت غنقسم لك رجليك بحالك. تيقولها لها بحالك. هو الدري اللي عندكم في العائله هو الاخ؟ هو الدري اللي هو اللي باقي بعقلو زعما كانوا مجوج. كتمشي عندو تجي تحدي مع حل ولدي خويا اش كدير ليه وكاع علاش ما كيسمعش ليا انا، ما كيعطينيش فرصه فاش نشرح ليه. انا عارفه راسي غلطت، باغا غير نفسر هاد الوليدات، وهذاك راه حقي، راه مخلي ليا والدي ليا، ما عندوش حق يخرجني منه، ما عندوش حق باش يمسني ويضربني ويقتلني بحال هكا باغي يقتلني. كيحاول يضرب ديما كيكرفصو، دائما تيكرفصونا، دائما دائما كل يوم انا ولادي نعيش العذاب. انتي صغيره في خوتك؟ انا هي صغيره، انا هي الصغيره فيهم. لا اله الا الله، عمرو حن عليك؟ عمرو حن عليا، تيقول لي انايا نتوما ماشي خوتي ما كنعرفكمش. فاش كتجلسي كنتي جالسه مع شي خويا في الوسط الدار كيصرف عليك هو ولا كتجي مصروف ديالك كتجي؟ ما كنجي المصروف ديالي لراسي، ما تيصرفش عليا، ما تيصرفش عليا. تيضرب لك وليداتك؟ كيضرب لي وليداتي، تيتعدى عليا على وليداتي بدون سبب. كانوا تيضربوا؟ اه فيهم شكايه بانهم ما عرفتش. ديك الساعه كنت خارجه سمعت غير الخبر بانهم راه نوضوا مع الجيران الصداع، الجيران دايرين عليهم شكايه وهزوا عليهم حتى هما السيوفه، والجيران راه عارفين كيفاش دايرين. واش خوك مبلي بشي حاجه؟ ما مبلي ما والو، خصي الطارق خصي السيف وخصي عباد الله. اه كيهزوا السيوفه وكيبداو يضربوا في عباد الله. واش خشي النهار اللي لاحق لاحق بحوايجك ولا خرجت؟ لا خرجت انا بلا والو، انت حوايجي اللي بقيت فيهم. نوض خرجت انا، قلت لها انا ما عنديش حق، مشغليش من هذيك الطواليط ممسخه ولا كوزينه ممسخه. تستعمليهاش؟ انا واخا نستعملها كنقي حتى انا، ماشي ما تنقيش، تنقي هذيك الساعه كتوسخ، نديروا النوبه فهمتي، نديروا النوبه وكل واحد يشتقى، هي ما كتشقاش، بغاتني انا نشقى عليها وبغاتني ترجعني انا خدامه، انا ما غنرجعش خدامه. كاين بيتي هو اللي غادي نجمعو، صافي قلت لها بيتي ها هو هنا هو اللي غنجمعو. عندي هاد الحقية انا هو اللي غنجمع هاد بيتي هو اللي غنجمعو. بقات كتعاير صافي تما يخرجوا بجوج بداو تيغوتوا وبداو كيهزوا في الجنا ويضربوا في وكاي، وانا مريضه ما عندي حتى الصحه. يعني كتعاني بحال ماشي اختك؟ انا بحال ماشي اختو، عدوتو ما عرفتش علاش، انا ما عرفتش علاش. ايوا ما فهمتش انا حيتاش درت هاد الوليدات، غلطت درت هاد الوليدات ولا ما عرفتش انا. اختك ما طيحتي في هاد المشاكل فيهم الاب ديال الوليدات؟ الاب ديالهم كاين، هو معروف هنايا كلشي تيعرف الاب ديالو، مبغيش يعترف بيهم. هو لا تيعرف ما بغاش يعترف بهم. هذه ظلماتك الحياه تظلم الموقف الثاني. فين كتباتي دابا انت اختي؟ انا تنباتها في الزنقه، ما عندي حتى شي كوزينه حاجه، كل طواليط فيني فيني ناس في الزنقه.
غايشي شي حدا يتكرفس ليا عليهم ويزيد عاوتاني الزنقه. ما سهلاش ما سهلاش اخويا. كتمشي عند البوليس فاش كتكيد راك حماه كاشنو قالو؟ تنمشي كنديروا ليا محضر، كيديروا ليا محضر كيجيو كيعيطوا ليهم مره واحده اللي عيطوا لهم. من هاد المره ملي قجني وهذا ما جاوش. تجي شكيتي بيه؟ مشيت شكيت بيه ثلاثه الخطرات وانا كنشكي بيه. كتسمحي لي في الشكايه ولا ما ما كنتنقدش انايا داك الشيء اللي غنمشي نتابعو به ونمشي للمحكمه ونمشي يلا قاديني باش نوكل هاد الدراري. لا واش جوج بغيو يخطو لك بحال هكا؟ شنو نقول ليه؟ الله ياخذ فيك الحق كما كرستيني انا ولادي. الله ياخذ فيك الحق. شنو بغيتي دابا من الناس اختي ولا بغيت من المحسنين يعاونوني؟ اش محتاجه؟ يعاونوني باش يحطوا الدراري فين ينعسوا فين انا باغا والو. بغيت ما فين ينعسوا ما يقدروش يهضروا معاهم. سد على كل شيء هو ما يقدروش يهضروا معاهم. خويا عارفك مليح على الزنقه. عارفين ما قالوا لي والو. ما عندهمش النمره باش يعيطوا لي حتى هو كيسد على كل شيء باش ما تشي واحد ما يعيرو حتى شي واحد. مي شنو نمره التليفون ديالك؟ 06 غادي وراي 06 06 26 36 61 عاودي وراي 06 06 29 36 12 ربهم شنو غادي يقريهم شكون غادي يربيهم. يعني صعيب 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 تكون تكمل هادشي بوحده. يعني الحاجه الوحيده اللي كتحط عليها الراس وكتواسيها واخا تكون كاع هي غالطه هي المهمه ديالها راه مشات عند الله. يعني كما تنقولوا الا مشات للمهمه ما كتلقى لها ركب ولا توسدها لا عتبه تبكي عليها لا حتى شي حاجه فيها الله سبحانه وتعالى. وكذلك خوتها المحسنين يقدروا يعاونوها. حنا ما غنشوفوش الماضي ديالها، حنا ما غنشوفوش شنو كانت قبل لان مسكينه باقا صغيره راه عندها 29 عام راه كانت باقا صغيره ما عارفه والو. دابا على وجه الوليدات اللي عندها جات الوليدات حياتهم باقي ما بداوهاش ما داروا حتى شي دن في هذه الحياه. يعني ما عارفين والو. ما يمكنش نعاقبوا مثلا وليدي في مشكل ولكن محشومه تلوح على الزنقه. المشاكل تيوقعوا هذا الشيء عادي في الحياه ولكن انك تضربها وتكرفصها وتخلي مرتك تكرفص عليها وتشقى عليها وتحرج عليها وتلوح على الزنقه بالطريقه هذه على وجه هذوك الوليدات حشوم. انت عندك وليدات يعني غدا ولا بعد الله يستر توفى ما تبغيش يلوحك ولادك للزنقه. فالله يجازيك بخير كما بغات تكون اختك راعي ليها انت. كنت هو باها كنت هو امها راه كنت اخوها.